السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيان، كنتمنى تكونوا باحسن الاحوال وبصحه جيده يا رب العالمين. تقريبا دابا شي 9:30 ديال الليل، كنزرب باش هكايا نحط لكم هذا الفيديو، حيت وعدتكم نهار غادي ندخل سلعه غادي نصور لكم فيديو. غدا في الصباح ما غاديش نكون مساليه، غادي نكون في امانه، قررت نصور لكم الفيديو دابا واخا نقدر ندخل شي حد في اي وقت. المهم غادي نزرب ولا هضره. نبداو على بركه الله. البنات اللي غادي يسولوا على المحل، فين كاين المحل؟ كيتواجد في مدينه سلا، القريه حي البركه، سيكتور 4، زنقه سيدي عبد الله بن حسين، رقم المحل 10، محل عطور. ما عرفتيش تواصلي معايا في الرقم ديال الهاتف، ها هو راه فيه الواتساب، نصيفط لك لوكاليزاسيون اللي تجيبك نيشان المحل. بالنسبه للعطور، البنات اللي غادي يقولوا لي مالكه علاش فلانه حاطهم ب 400 وعلاش فلان حاطهم ب 300 وعلاش حاطهم، البنات كل واحد كيبغي يبيع بالثمن اللي قال ليه طنطون ديال دماغو. حنا كنبغيو نبيعو بالكونتيتي، داكشي علاش كتردو ليا البال بانني انا ديما كندخل سلعه ديما. نعم وما تعطلش، يلا واخا. المهم هاد اللقطه قبل ما غادي نحيدها. المهم داكشي علاش كتردو ليا البال، ديما كندخل سلعه ديما مواكبه الجديد، فيما كتدخل شي حاجه السوق كنكون من السباقين ليها. المهم بالنسبه للثمن ديال العطور ديال الشبيهين ديال توم فورد، شركه اماراتيه اللي سميتها ميزون الهمبرا. الناس اللي ما عارفينش، اما اللي عارفين راه كاين الناس الحمد لله تقدوا ولاو كليان فيدال ديالنا. الناس اللي ما عارفينش دخلوا لجوجل كتبوا دار الحمراء او عطور ميزون الهمبرا، غادي يطلع لكم الشركه. بحثوا على الشركه مزيان، كدير عطور اصليه 100%، كل واحد بشحال كيبغي يبيعو. حنا كنبغيو نبيعو بثمن اللي هو مناسب وديما مواكبين الجديد. نبداو على بركه الله باول عطر اللي الشبيهه ديال توم فورد للرجال والنساء. ركزوا مع الفيديو مزيان، شحال من واحد كيدخل عندي الخاص مالكه داك العطر واش للرجال، ومالكه واش كديري التوصيل، مالكه واش كتصيفطي المدن. ركزوا غير مع الفيديو، كنعطيكم جميع المعلومات في الفيديو. للرجال والنساء دخلوا لجوجل بحثوا عليها، راه واخا يبان لكم اللون ديالها هكا راه للرجال والنساء. الثمن ديالها 150 درهم من شركه ميزون الهمبرا. ها اللوغو ديال الشركه وها اللوغو ديال الشركه، واهم حاجه ها هو الكود بار اللي كيديكم نيشان الشركه، غادي نوريها لكم وهي مفتوحه كيف ما كتشوفوا. هاي هي هادي، دارت واحد الضجه كبيره، ماشي غير هادي، العطور ديال توم فورد كلها دار واحد الضجه كبيره، كلشي كيسول عليهم. وانا غادي نخلي لكم الشبيهه ديالتها هنايا كيف ما كتشوفوا. ها هي ريحتها غزاله، ريحتها خفيفه، ريحتها ما قاصحاش، ريحتها فنه، ريحتها واعره. هذه ريحتها كلاس، ريحتها زوينه. الثمن ديالها 150 درهم، اللي بغاتها مرحبا. نعم عندك صباغه سخنه ما كايناش بنتي. المهم اللي بغاتها مرحبا، الثمن ديالها 150 درهم من شركه ميزون الهمبرا. ها اللوغو ديال الشركه، ما يضحك عليكم حتى شي واحد يبيعها ب 400 ولا ب 300 وتيقول لكم لا راه الاصليه ماشي اصليه. البنات نهار غيدخل الكوبي ديال هادو، انا اول وحده غادي نشارك معكم الفرق ما بين الاصلي والتقليد، وكنوعدكم وربي شاهد عليا، نهار غادي تدخل الكوبي ديالها اول وحده غادي تحط لكم الفرق ما بين الاصلي والتقليد هي هاد العبده اللي قدامكم. المهم دوزو العطر رقم 2 كيف ما كتشوفوا، شبيهه ديال توم فورد. هذه حاليا بعت فيها 4، دابا حاليا جا السيد والله الا خدا فيها 4 ديال الحبات. ها هي من شركه ميزون الهمبرا، ها اللوغو، ها الاسم ديال الشركه، ها اللوغو ديال الشركه، وها اللوغو او الطابع ديال الشركه، وها الكود بار اللي كيديكم نيشان الشركه. الثمن ديالها 150 درهم. الناس اللي غادي يسولوني شحال فيهم من ميل، فيهم 80 ميل. البنات كلهم فيهم 80 ميل، كلهم فيهم 80 ميل، ماشي الحجم الصغير، هادو ما فيهمش الاحجام، فيهم حجم واحد، كلهم فيهم 80 ميل. الثمن ديالها 150 درهم، وها هي مفتوحه غادي نشارك مع، حيت كل ما فتحت وحده باش هكا ما ياخذش ليا الفيديو ما يوليش طويل بزاف. ها اللوغو كيف ما كتشوفوا ملي كتفتحوها، ها هي. واي عطر شاركت معكم خير نخلي لكم الشبيه ديالو هنايا. ها اللوغو ديال الشركه والثمن ديالو 150 درهم. البنات هاد الزرقه هادي ريحتها غزاله، هاد الزرقه هادي شميتها قبيله باش بغى ياخذها السيد.
ريحتها واعره. هاد الزرقاء هادي ريحتها فريش وريحتها غزاله. هاد الزرقاء هادي بعدا ريحتها غزاله. ها نتوما ها لومبالاج ديالها، ريحتها غزاله هادي. الثمن ديالها حتى هي راه للجنسين، للنساء والرجال. الدراري والبنات ركزوا معايا الله يسهل عليكم، للرجال والنساء. بغيتي تاخذها لراسك، بغيتي تاخذها المدام ديالك، الاخت ديالك، خطيبه ديالتك، راها زوينه بزاف. وعليكم السلام. الثمن ديالها 150 درهم. ندوزو لثالث شكل من الشبيهين ديال توم فورد. كاين هذا الشكل هذا للبنات فقط، هذه للبنات فقط. ها هي ها اللوغو ديال الشركه، ها اللوغو ديال الشركه، وها اللوغو ديال الشركه. الثمن ديالها 150 درهم البنات، 150 درهم. بالنسبه لهذه الشركه هذه اللي ما عارفش عليها يدخل جوجل، ديروا كتبوا عطر عطور ديال ميزو الهمبرة او عطور ديال دار الحمراء، غادي يطلعوا لكم العطور، بحثوا على العطور. هذه الشركه هذه تابعه للشركه ديال لطافه، كتحط لكم عطور اصليه بنفس المكونات، بنفس الثبات، نفس كل شيء. لومبالاج اللي شي شويه كيتبدل هو بالكتابه، باش هكا هي باش ما كينوضوش نزاعات ما بين الشركات. تقدر تتابعهم الا تحطات لكم الطبق الاصلي في الاسم ولا في كلشي، داكشي علاش كيكون شويه ديال التغيير في الاسم. اما بالنسبه للمحتوى اللي هو لي نوت ديال العطر والثبات ديال العطر ولومبالاج، راه طبق الاصل، طبق الاصل. والثمن ديال هذه حتى هي 150 درهم البنات. وها نتوما كيف ما كتشوفوا ها الشكل ديالها، وها العطر من الداخل، ها كي داير، ها العطر من الداخل، ها كي داير، ها اللوغو ديال الشركه كيف ما كتشوفوا ميزو الهمبرا. وها هي يا البنات، ها نتوما باش ما يضحك عليكم حتى شي حد، حيت كاينين اللي كيبيعوا باثمان اللي هما زايد. ندخلوا الانستغرام وتشوفوا تعرفوني على اش كنهضر. المهم الثمن ديالها 150 درهم. البنات اللي كانوا كيوصوني على هذه ديال بيش، ها هي راها دخلات، والثمن ديالها حتى هي 150 درهم البنات. وها اللوغو ديال الشركه كيف ما كتشوفوا، وها اللوغو ديال الشركه، وها الكود بار اللي كيديكم نيشان الشركه. بالنسبه للكود بار البنات كيسولوني على الكود بار، تيليشارجيو ابليكاسيون ديال الكود بار، واي منتوج جيتو في يديكم راه غادي. بالنسبه للعطور اللي محسوبين على لطافه كيديكم نيشان السيت ديال لطافه، والعطور ديال ارض الزعفران، حيت ارض الزعفران ما محسوباش على لطافه باش تكونوا عارفين، ارض الزعفران كيديكم نيشان فيرلاندا. وبالنسبه للميزو الهمبرا واصداف وشنو الاخر، عندكم اصداف وعندكم لطافه وعندكم ميزو الهمبرا وعندكم مشات ليا من بالي. المهم هادو كيديكم نيشان السيت ديال لطافه. ها نتوما ها لومبالاج ديال العطر كي داير كيف ما قلت لكم، الطابع ديال ميزو الهمبرا، الكود بار، تاريخ الانتهاء، تاريخ الانتاج 2022، تاريخ الانتهاء 2027. السلعه كلها جديده فوقتاش. ها نتوما الانتاج 5 في 2000 شهر 5 في 2022، والانتهاء في شهر 5 في 2027. وبالنسبه ها هي راها محلوله كيف ما كتشوفوا، لوغو ديال الشركه ولوغو ديال الشركه من الداخل، ها كي دايره حتى هي غزاله. راه انا عندي التليفون الكاليتي ديالو ماشي شي كاليتي كيف ما تنقول لكم، ان شاء الله غادي نبدلو، وانما كون كانت شي كاميرا اللي واو غيبان لكم المنتوج شي حاجه واحده اخرى. ها نتوما كيف ما كتشوفوا، ها العطر، ها هو ها لوغو ديال الشركه، وهذا ريحتو ريحه البيش، ريحتو كتشمي فيها هاد العطر هذا كتحسي به غير غادي ترشي وهبطي عمي في البحر. هاد العطر هذا غزال، الناس اللي كيحماقوا على ريحه ديال الفواكه، هاد العطور هادو راه غزالين بزاف. الثمن ديالو حتى هو 150 درهم. بالنسبه للوفلي شيري الكرونه ديالتها هذيك ما بقاتش، تبعت لي كلها. ان شاء الله منين غادي تدخلي ان شاء الله راه غادي نشارك معكم. حاليا اللي كاينين في المحل كاين هاد ربعه ديال الالوان، ما حد السلعه كاينه. اللي بغات اي حاجه واللي بغى اي حاجه الرقم ديال الهاتف هو كنصيفطوا لجميع المدن مع امانه. الثمن ديال توصل 40 درهم والخلاص قبل التوصيل. علاش دايره يا ملكه الخلاص قبل التوصيل؟ هذه القضيه هذه كنلقاها بزاف البنات اللي جدادين كيدخلوا عندي الخاص. ملكه علاش دايره الخلاص قبل التوصيل؟ دايره الخلاص قبل التوصيل حيت في الاول باش بدينا بدينا بالخلاص عند الاستلام، حتى كتشدي السلعه ديالك عاد كتوصيها. كيكونوا 10 شاريين وكيكونوا 5 باغين غير يتفلاو، كتصيفطي لهم انت السلعه ديالك كتومباليها كتقاديها. وحنا كنبيعوا هادشي لي برودوي كوزميتيك ماشي هو الحوايج ولا السبرديلات. نعم
سمحوا لي راه كنقطع، كيجي شي حد خاصني نقطع. قلت لكم حنا كنبيعوا لي برودوي كوزميتيك، ملي كنصيفطوها في امانه ومني ما كتجيش انتيا تاخديها او كتكوني باغا غير تفلي ولا شي حاجه، السلعه كتكرفص ملي كتبقى عندهم. وكندير لها عاوتاني انا الروتور، وكاين اللي كيجي كيبغي يشري هذيك الساعه وما كيلقيه ما كيلقاهاش. داكشي علاش حنا دايرين الخلاص قبل التوصيل، يعني اللي كيكون انتيغاسي وباغي يشري وباغي كيكون معقول هو اللي كيدخل عندي، هو اللي كيتقدى. الا كنتي باغا تفلي من هنايا بلا ما تدخلي عندي، حيت ما كنديرش الارسال نهائيا الا ما تخلصش في السلعه، راني ما كنصيفطهاش. يعني الناس اللي كيكون فيهم شويه ديال الضغل كيتقدر انتي تقلقوا من هذه الناحيه، وعاود الناس اللي تيكونوا كيخافوا نعذركم. علاش؟ حيت حنايا في مواقع التواصل الاجتماعي كاينين كيقول لك حوته كتخن الشواري، كاينين وحدين اللي خلاو الناس يفقدوا الثقه في هذا الشيء، او كتلقاي كيبين لك منتوج ملي كتوصلك السلعه كتلقاي منتوج واحد اخر. انا كنعرف هذا الشيء مزيان، ولكن انا يا البنات ماشي غادي نشكر لكم راسي. انا حاطه العنوان ديال المحل كنبان بوجهي، حاطه الرقم ديال الهاتف، حاطه المحل فين كاين وكل شيء. يعني ما عندك مناش غادي تخافي، غادي تجي المحل الا كانت كاع شي مشكله اجي عندي المحل مرحبا بك. المهم سال الفيديو البنات اللي ما كيعرفوش المحل، او البنات اللي يكونوا جايين في الطوموبيل ولا شي حاجه، تواصلوا معايا في الرقم ديال الهاتف في الواتساب، نصيفط لكم لوكاليزاسيون تجيكم نيشان المحل، والكميه راها محدوده. اللي بغات اي حاجه انا تنقول لكم من بعد واش غادي يدخلوا ما غاديش يدخلوا الله اعلم، ولكن الكميه حاليا راها موجوده، الثمن اللي وجد مناسب. اللي بغات اي حاجه تواصل معايا مرحبا بها. يلا بسلامه عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.